ام مصطفى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اتواصل مع الشيخ احمد المالكي؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، انا عايزه بس احكي مشكلتي باختصار كده، بس بالله عليك يعني انا عايزه منك النصيحه قبل اي شيء. اتفضلي يا فندم. انا متزوجه من 12 سنه، تمام؟ يعني زوجي كان كويس من غير كتم، يعني قالوا فرضونا دينه وخلقه فزوجوه. لا لا، مش فاهمين بتقولي ايه ام مصطفى، علي صوتك كده. واحده 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 علينا. انت متجوزه من 12 سنه؟ من 12 سنه، ايوه. ابن خالتي. ماشي. هو كويس خالص، يعني بيصلي ويصوم وعارف ربنا وكل حاجه، وكان في بدايه الزواج يعني منتهى، يعني ما اقولكيش معامله حسنه وكل حاجه. تمام. جه من 4 سنين يعني اختلف خالص، يعني بيجي بيكلم ستات في التليفون، بيمشي مع ستات، الكلام ده كله. ليه بقى؟ ايه اللي غيره؟ معرفش. هو يعني انت عرفتي بالصحة. طب انت عرفتي الكلام ده ازاي من مصطفى؟ يعني انا كنت بمسك تليفونه بالصدفه فشفت محادثات، يعني ما يفرحش ان هي تتم، والمشكله ان هم. طيب انت عرفتي يعني. انت عرفتي الكلام ده، مسكت التليفون وفتشتي فعرفتي. لا انا فتشت، انا بالصدفه سبحان الله. مش بالصدفه، خلينا بس اللي هو بيعمله غلط، اللي هو بيعمله ده حرام. لكن انا ماشي، انا ماسكه التليفون جات له رساله، فانا واجهته مش ما واجهتوش. ده من ساعتها بقى قال لك ايه؟ انا واجهته فقال لي شيطان ومش شيطان، وانا اسف ومعلش. قلت لك انا قعدت معاه يعني عشان اقول له انا مثلا مقصره في حاجه معاك. يعني طيب لو ده أنا كويس، ده كويس. ها ايوه، انا لو مقصره في حاجه مثلا قلت لي انا غير من نفسي، انا في حاجه. قال لي لا انت مش مقصره والحمد لله. قلت له طب انا فيها حاجه وحشه مثلا؟ قال لي لا ما فيش حاجه، بس انا شيطان. تمام. طيب الحكايه دي اتكررت كذا مره. تمام. ايوه انا عاوز افهم بقى اتكررت التاني وعرفت ازاي. ما هي انا برضه عن طريق اني انا برضو مره زي كده انا ماسكه التليفون صدفه سمحت تسجيل. هي بقى بصي يا ام مصطفى، انا مش مساله دفاع والله، انا بس خوفا عليك انت وخوفا على قلبك. هي قضيه ان الزوج واقع في مشاكل، في مشاكل كبيره جدا، وفي معصيه، في معصيه، ويجب ان هو يتوب، يجب ان هو يتوب. لكن مين اللي جاب بيجيب المشاكل؟ هو لما ربنا قال ولا تجسسوا، حماية للنفس أولا. أنا والله أنا متجسست يا شيخ، أنا يعني هو بيطلع شغله مثلا بالليل بدري كده، فأنا كنت صاحية الساعة 2 بالليل بصحيه، فالمنبه بتاعه رن، فأنا رحت أفتح التليفون لقيت واحدة بعتها له يعني كلام ما ينفعش. المشكلة إن أنا عارفة إن هي متزوجة. طيب واجهتيه تاني؟ واجهتيه تاني صح؟ واجهته مرة واثنين وثلاثة وعشر، وصلت إني تمد إيده عليا. يعني أنا بقول له حرام، هيبعد لنا في عيالنا، يعني دول حريم متزوجة، يعني افرض هي لو زوجها مش مكفيها. أنا طب هو مرضى. هو قال لك إيه؟ هو كل مرة يقول لي معلش ومش عارفة ويرجع تاني. آخر مرة ده مد إيده عليا، فأنا إيه؟ أنا طبعًا مش بقول لأهلي حاجة، ومش بقول لحد حاجة، إني أنا مش عايزة أفضح سر الجوز، عايزة الحكاية تتلم بيني وبينه. كويس. بس آخر مرة لما واجهته إن هو ارتكب خطيئة جامدة يعني عرفت بيها أنا، فجيت واجهته، فبقول له الحاجة اللي أنت عملتها دي بيتهز لها عرش الرحمن. تمام. فانا الحاجه دي ما ينفعش اسكت عليها، لما توصل لكده انا ما ينفعش. انت خنتني وخنت ناس رحت طيب بيت. انا معلش حضرتك تاكدت من الكلام ده؟ ايوه اتاكدت. هو قال الحقيقه، قال ايوه حصل. وهو قال لك حصلت؟ حصلت، ومد ايده عليا وضربني ورماني بره باب الشقه. انا ساكنه في بيت عيله. تمام. فانا بقول انا الاول وصلت المشكله، انا ما رضيتش اقول لاهلي، يعني مش برضه اوصل لاهلي حاجه عشان جوزي ما ينزلش في نظر اهلي. بس يعني الموضوع وصل لدرجة انك كانت لازم تقولي لأهله على الأقل. لا قلت لأهله، فأبوه رد علي رد مش كويس. قلتي لأهله قالوا لك ايه؟ فأبوه رد علي رد مش كويس، أمه قالت لي أنا ولدي راجل ما يعجبوش حاجة. طيب هي بقى شغل بقى الكلام الإيه؟ شغل الستات ده. رحتي بقى قلتي لأهلك ولا عملتي ايه؟ لا هو الراجل ما يعجبوش حاجة. أنا بقول له بقول اللي لما يبقى يروح يبقى عندنا ربنا. لا مش أم مصطفى حبيبة قلبي ما تعيطيش، معلش الحمد لله. أنا معايا أولاد، أنا خايفة يتردد أولادي. لا 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 بص شوفي، يعني أولا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت ربي أولادك تربية سليمة. لكن أنا هقول مصطفى لحضرتك هو بس هي قبل ما تقفل، هي سؤالها ده يترد في أولادي ولا لا؟ طب بس الأهم دلوقتي أنت وضعك إيه؟ أنت عايشة معاه ولا عملتي إيه؟ انا قاعده معاه، انا معايا 3 اولاد، وانا مش عايزه اولادي يتربوا بعيد عن ايوه. رجعتي قعدتي معاه بعد ما طردك وضربك؟ ايوه طردني وضربني، واخوه كان عنده وقال لي لا انت طبعا مش غلطانه، اخويا غلطان، فواجهوه بغلطي. فانا جه بعد كده بواجه بغلطه، يقول لي انا عارف ان الشيطان مش بتاع المشكله اللي بيرجع ثاني. ايوه انت قعدتي معاه على ثانيه واحده، انت رجعتي دلوقتي قعدتي في بيتك انا قاعده على اساس ايه؟ أولادي.
انا قاعده بنوتي في بيت مع اولاد قاعده مع اولادك، لكن يعني مثلا كانك منفصل أيوة. عنه جوه البيت. لا انا مش منفصل عنه، يعني انا مش بغضب ربنا الحمد لله، انا عارفه هو ليه حظوظ عليا. قلت ايه ام مصطفى؟ احنا مش سامعينك بتقولي ايه. انت منفصله عنه جوه البيت ولا لا. عايشه معاه عادي كزوجه؟ انا عايشه معاه عادي برضه ربنا. عايشه معاه عادي كزوجه. ام مصطفى يا مصطفى سؤال صريح كده، انت 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 بقول لك منفصله عنه جوه البيت فبتقولي لي لا ليه؟ لا انا مش يعني هو بيطالب بحقوقه، فانا انا خايفه هو بيطالبها بحقوق. ايوه خلينا اقولها في ام المليان، طول ما هو شغال في الموضوع ده وانت متاكده هو معترف بالكلام ده يجب ان تمتنعي منه. شوفي بقى انا بقول لك ايه، يجب ان ما تخلوهوش يقرب لك الا بعد ان يتوب توبه نصوحا الى الله رب العالمين. خلاص يا اخوانا انا بقول لك اهو، يجب يجب امتنع منه. فواحد يقول لك بقى والملائكه تلعن واللي اديله بالقلم، قولي له الكلام انت مش فاهم خالص، ده راجل بيعمل معصيه كبيره ومعترف، ده هو مش بقى ايه انا شكه 99.9 من 10، لا ده هو اعترف، ده هو اعترف. فانا اخاف على نفسي من ان تنقل لي الامراض. مش ده ايه طبعا، ولا انت مش موافقه معايا؟ لا بالعكس ده صح كويس. الصح من الاول اصلا غلطانه ان هي عايشه معاه كزوجه، اصلا فين كرامتها؟ هي قضيه عشان بس البيئه، البيئات هي خلاص رجعت اضطرت انها ترجع بيتها أولادها. عشان ولادها بس أيوة. انفصلي عنه بقى، اعملي نفسك كرامه جوه بيتك. هي دي اللي خوفا عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ دعاء بيقول عشان يحس ان هو عمل حاجه غلط ولا يبقى كده كان عادي لغايه لما يتوب الى الله تبارك وتعالى توبه نصوحه. حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديه ويهدي اللي زيه ويهدي الرجالة كلهم ويهدي الحريم يهدي الرجالة هم سبب المشاكل كلها.